التاسعة مساء، عرض لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. أكد مصدر أمني مصري أن جنديا إسرائيليا قتل في الهجوم الذي شنه مسلحون تسللوا من سيناء إلى إسرائيل، وقتل خلاله ثلاثة من المهاجمين. كانت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قد أكدت مقتل ثلاثة مسلحين دخلوا إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر وفتحوا النيران على جنود إسرائيليين، ما أدى إلى مقتل واحد وإصابة عدد من الجنود. نظم التيار الشعبي المصري بزعامة حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية مؤتمرا أمام قصر عابدين بوسط القاهرة لتدشين التيار، وبحسب أعضائه يهدف التيار الشعبي إلى ضمان كتابة دستور مدني ديمقراطي يعبر عن التوافق الوطني ويضمن حقوق كل المصريين، والاستعداد لتحالف وطني يستطيع المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. حضر المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنانين والشباب. تظاهر العشرات أمام السفارة الفرنسية في الجيزة احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي نشرتها مجلة فرنسية، فيما كثفت قوات الأمن من انتشارها أمام السفارة الفرنسية بالقاهرة تحسبا لأي أعمال عنف. من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب النور والأصالة وحركة حازمون عدم المشاركة في هذه التظاهرة. من جانبه تفقد محافظ الجيزة علي عبد الرحمن المظاهرات أمام السفارة الفرنسية للاطمئنان على حماية قوات الأمن لهم وللمنشآت. وفي تصريحات للجزيرة مباشر مصر أشاد المحافظ بسلمية المظاهرة وأكد على عدم تعرض قوات الأمن لأي متظاهر، وقال المحافظ إن حماية السفارات والمنشآت الدبلوماسية واجب على قوات الأمن ولا يعتمد على طلب السفارة. عندنا احتجاجات وعندنا ملاحظات وعندنا وجهة نظر بنبديها في إطار سلمي لا نتعرض لملكيات خاصة أو عامة، ودي حضارة شعب مصر. المواطنين بيتحملوا بعض المشاكل في من حيث تحويل الحركة المرورية إلى شوارع أخرى، وده احنا بنحاول نيسر للمواطن إنه. وفي نفس السياق خرج العشرات من محافظة الإسكندرية في مسيرة من مسجد القائد إبراهيم إلى القنصلية الفرنسية عقب صلاة الجمعة احتجاجا على نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلة فرنسية، وطالب المتظاهرون بطرد السفيرين الفرنسي والأمريكي والضغط على حكومة بلديهما لتقديم اعتذار عما نشر في المجلة وعن الفيلم المسيء للرسول الكريم. قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء تنظيم إضراب جزئي أول أكتوبر المقبل لمطالبة الحكومة بإقرار مشروع الكادر الخاص بالأطباء. وقال أمين عام النقابة الدكتور عبد الفتاح رزق، قال إن النقابة لن تتنازل عن مشروع كادر مالي وإداري للأطباء أسوة بأساتذة الجامعة والقضاء وهيئات الشرطة والهيئات الدبلوماسية. وأكد رزق أن لجنة الكادر بوزارة الصحة توصلت إلى مشروع يضمن زيادة راتب الطبيب إلى 3000 جنيه. ثلاثة من الأطباء من الجامعة ونريد كما كتبنا وكما قررنا حرفا حرفا لا تغيير فيه كما أقررتم اليوم. لا نريد مفاوضات حول الكادر. فاوضنا كثيرا، تكلمنا كثيرا على مر سنوات وعلى مر الشهور الماضية. قرار الجمعية العمومية نافذ، وما على النقابة العامة إلا تنفيذه. الإضراب كما قلنا حق لنا. أعلن محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال عن استكمال الحملة الفنية لإعادة رسم الجرافيتي لصور الشهداء وأحداث الثورة اليوم وغدا، وذلك لتوثيق إبداعات ثورة 25 يناير. وكان المحافظ قد قرر الخميس الماضي إيقاف طلاء الأسوار التي تحوي رسوم الجرافيتي في محيط ميدان التحرير.
وقال إن إزالة الرسوم تم على سبيل الخطأ، وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة حريصة على تحويل الميدان لساحة تليق بشهداء الثورة. شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عقب صلاة الجمعة اليوم مسيرة شارك فيها المئات من أعضاء الحركات الشبابية بالمدينة، وذلك تنديدا بوفاة شاب داخل سيارة شرطة الثلاثاء الماضي. واتهم المتظاهرون الشرطة بتعذيبه وقتله مطالبين بالقصاص من المتورطين في هذه الواقعة. هذا وقد كثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام قسمي أول وثاني المحلة خشية حدوث أي تداعيات. انتهى مشاهدينا عرض الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم عبر صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. مشاهدينا فاصل قصير وألتقيكم وحلقة جديدة من سياسة في دين وكيفية التعامل مع الإساءات المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم. ابقوا معنا.